هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 17 من يونيو. كما عودناكم نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوعي وضمن مناسبة ذكرى الشهداء والتي تصادف 20 يونيو الجاري، يقدم لكم الزميل أحمد شريف قراءة من بطولات الشعب الإريتري وسيرة من بطولات فدائيه خلال فترة الكفاح المسلح، وذلك عبر تقليب صفحات من كتاب الأستاذ الدبلوماسي علي محمد صالح الذاكرة والتاريخ نماذج من بطولات الشعب الإريتري. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. السلطات الأمنية تعتقل طيارين اثنين وصحفي. السودان يؤكد على وجود توافق إثيوبي مصري حول الجوانب الفنية لسد النهضة. مثول المتهم علي كشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة أرينا. أكدت مصادر مطلعة لإذاعة أرينا بأن السلطات الأمنية في أسمرة تعتقل طيارين اثنين وصحفي منذ فترة طويلة. وأكدت المصادر بأن الطيار النقيب هابتوم والملازم سامئيل جرماي معتقلين بتهمة التخطيط للهرب، حيث تم اعتقال النقيب هابتوم في نهاية عام 2012، بينما تم اعتقال الملازم سامئيل منذ سنتين. وقالت المصادر كذلك بأن السلطات أفرجت عن النقيب طيار هابتوم تولدي بعد قضائه 4 أعوام في الأسر لأسباب غير معروفة. على صعيد آخر، كشفت مصادر وثيقة اعتقال الصحفي برهاني عن دمسقل منذ سنتين في سجن مايسروا لأسباب غير معروفة. وخدم الصحفي برهاني في وكالة الأنباء التابعة لوزارة الإعلام لما يزيد عن 20 عاما. قالت وكالة السودان للأنباء أن البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني أكد لها أن الجانب الفني في مفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر هو أكثر الجوانب التي تم التوافق حولها بنسبة تصل إلى 95% من النقاط. وأشار الوزير إلى أن الجوانب الفنية تتعلق بعمليات الملء أثناء السنين العادية وأثناء السنين الجافة، مبينا أنه تم التوافق على معظم المسائل الفنية ما عدا التفاصيل الصغيرة. وقال الوزير في رده على تساؤلات الصحفيين عقب الاجتماع مساء الاثنين أن وجود ممثلين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كان دورا رقابيا فقط ولم يلعبوا أي دور آخر، وأضاف أن عدد سنوات الملء لم تحدد خلال المفاوضات وأنها خاضعة لكمية تدفق المياه خلال السنة، وهو ما يحدد السنوات والمدة التي سيتم فيها الملء. وأشار إلى أن الدراسات والآثار البيئية في المستقبل تم تضمينها في وثائق المفاوضات. كما أضاف بروفيسور ياسر أن الاجتماعات جرت في جو من التفاؤل، الأمر الذي أدى إلى منح مزيد من الوقت وتمديد المفاوضات حتى يوم أمس الثلاثاء. وقال أن السودان اقترح رفع التفاوض إلى مستوى رؤساء الوزراء في حال لم يتم التوصل لتوافق، مبينا أن إثيوبيا ومصر فضلتا تمديد الزمن ومواصلة التفاوض حتى مساء أمس الثلاثاء. وأشار الوزير إلى أن الجولة الحالية لم تحدد سقفا زمنيا، منوها إلى أن الاجتماعات يومية وأنه جرى أكثر من اجتماع في اليوم الواحد. وقال وزير الري أنه سيتم تقييم مجمل التفاوض في اجتماع الأمس، وإذا ما تم تقارب فستتواصل المفاوضات إلى نهايتها، وفي حال تباعدت المواقف فسيرفع الأمر إلى رؤساء الوزارات. مثل علي محمد عبد الرحمن علي الشهير بعلي كشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية لأول مرة في جلسة أولية، حيث قدمت له المحكمة لائحة بالتهم والإجراءات التي سوف تتبع في محاكمته. وفي رده على التهم المنسوبة إليه قال كشيب بأن كل التهم باطلة، وطالب المحكمة بمناداته باسمه بدلا من لقبه.
وطالب المحكمة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا النزاعات ونزاع دارفور على وجه الخصوص، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة. وقال قاضي المحكمة الجنائية روزاريو سلفاتور إيطاليا أن جلسة المثولة الأولى عقدت للتأكد من هوية المتهم ومن أنه يفهم التهم الموجهة إليه وتحديد اللغة التي ينبغي أن تقام بها الإجراءات والتاريخ والشروع في جلسة اعتماد التهم. وأضاف القاضي بأنه اعتبارا من تاريخ جلسة المثولة الأولى سيتمتع المتهم بالحقوق التي يقر بها نظام روما الأساسي، بما في ذلك الحق الذي يكفل له التسهيلات لتحضير دفاعه والحصول على مساعدة محامي بدون مقابل. وأكدت المحكمة أن الجلسة المقبلة التي حدد لها 7 ديسمبر القادم ستكون جلسة لاعتماد التهم، وهي الجلسة التي تسبق المحاكمة والتي يقدم فيها المدعي الأدلة الكافية للمحكمة. وكان علي كوشيب قد سلم نفسه إلى المحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث قضى 13 عاما هاربا من المحكمة بعد صدور قرار باعتقاله على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سنة 2007. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. السلطات الأمنية تعتقل طيارين اثنين وصحفي. السودان يؤكد على وجود توافق إثيوبي مصري حول الجوانب الفنية لسد النهضة. مثول المتهم علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمنا لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات. في هذه الحلقة من متابعات أنساتي سيداتي سادتي نتابع بطولات عدد من الفدائيين، الفدائي سراج الشيخ أحمد حجي، وكذلك بطولات الفدائي أحمد عمر وقصته مع التصنت على مكالمات العدو، وكذلك بطولات الفدائي كبروم قبر مدهن والدبلة. ذلك يا سيداتي سادتي من خلال قراءة في كتاب الذاكرة والتاريخ، نماذج من بطولات الشعب الإريتري، بقلم الدبلوماسي المناضل الأستاذ علي محمد صالح. كل ذلك يا سيداتي سادتي بمناسبة 20 يونيو، يوم الشهداء، أي في هذا الشهر الذي يحتفل فيه الشعب الإريتري بـ20 يونيو كيوم للشهداء. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج متابعات. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، يقول الأستاذ الدبلوماسي المناضل علي محمد صالح في كتابه الذاكرة والتاريخ في الصفحة 38 تحت عنوان الفدائي سراج الشيخ أحمد حجي: من المواطنين الذين انضموا مبكرا إلى صفوف حركة تحرير إريتريا كان الفدائي سراج الشيخ أحمد حجي، حيث تعرض للاعتقال عام 1958 بسبب نشاطاته الكبيرة في العمل الوطني، وبعد أن أخلي سبيله بدأ في تكثيف أنشطته السرية لصالح الجبهة، ذلك بتأجير المنازل في أسمرة واستخدامها كقواعد لتجنيد المستجندين أو المستجدين وإرسالهم إلى الميدان، حيث كان يعاونه في هذا العمل كل من محمد برهان نجاش وسعيد درنكاي. ولإخفاء نشاطهم السري افتتحوا آنذاك 3 مطاعم بالقرب من مسجد الخلفاء الراشدين. ففي عام 1965 دخل المناضلان ولد داويت تمسجن وسيوم عقبة ميكائيل العاصمة أسمرة لتصفية بعض العملاء وتعبئة الجماهير ضد العدو، وكان سراج ومعاونوه حلقة الوصل بينهما وبين الشعب، حيث قام باستقبالهما في منزل كان قد استأجره في حي كدان مهرت بالقرب من حانة تمتلكها السيدة هيوت. ولما علم بأن العدو اكتشف أمرهم من خلال معلومات نقلها لهم مقاتل سلم نفسه للعدو، سارع إلى نقلهم عند منزل الحاج أمان محمد في جزا برهانو. ومع كل ذلك تمكن العدو من الوصول إليهم
واعتقالهم حيث عانوا في السجن شتى صنوف التعذيب بهدف انتزاع الاعترافات منهم، ولكنهم أنكروا صلتهم بكل الاتهامات. وأخيراً حكم على الثلاثة في العام 1967 بالحبس لعشر سنوات يتنقلون فيها بين سجن سمبل وعالدخالة، ليخرج سراج من السجن في العام 75 بعد إنهاء مدة الحكم وهي 10 سنوات. أما زميلاه الآخران فقد خرجا من السجن في يناير من العام 75 ضمن مجموعة من المقاتلين الذين تم تحريرهم بواسطة فدائي جبهة التحرير الإريترية. بعد خروجه من السجن، أي الفدائي سراج الشيخ أحمد حجي، واصل نشاطاته النضالية جنبا إلى جنب مع عمله بدكانه في شارع غامبيلا، حيث تم اقتياده أيضا في إحدى المرات من قبل جنود فرقة الأفان الإرهابية إلى سجن مريم جنبي، وأوسعوه ضربا ولكما، ولكنهم لم يتمكنوا من انتزاع أي اعترافات منه، ليضطروا في النهاية إلى إطلاق سراحه على الفور. وفي عام 1977 التحق سراج الدين بجبهة التحرير الإريترية ضمن مجموعة بعد أن رفض العمل في الخلفية مطالبا بتوزيعه في الجبهات الأمامية رغبة منه في الاستشهاد من أجل الوطن الذي أحبه ومقارعة العدو الذي ظل يطارده ردحا من الزمن، فكان له ما أراد، حيث استشهد في العام 1978 إبان معركة بارنتو بعد أن أبلى بلاء حسنا في جبهات القتال. رحم الله الشهيد سراج الشيخ أحمد حجي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلت مستمعين الكرام مع حلقة في برنامج متابعات، ونطالع هذه المرة متابعة لسير الشهداء في ذكرى الشهداء في 20 يونيو. الفدائي أحمد عمر وقصته مع التصنت على مكالمات العدو. كان الفدائي أحمد عمر يعمل في مكتب الاتصالات بمدينة عدقرات الإثيوبية، وفي نفس الوقت كان عضوا في الخلايا السرية للجبهة. مهمته كانت تتمثل في التصنت على مكالمات العدو عبر الاستماع لها، وقد عمل في هذه المهمة قرابة 18 عام دون أن يكشف أمره، حيث قام بإنزال وصلة من أسلاك التليفون خفية من أحد الأعمدة في منطقة بالقرب من جبل عريتريكا على بعد 2 كيلومتر شمال صنعفي، ومن بعد ذلك قام بمد سلك من الوصلة إلى تحت الأرض ليصل إلى مغارة تحت الجبل يتردد عليها الثوار، حيث كان يأتي إلى مكان الوصلة يوميا بحكم عمله كفني اتصالات ليقوم بالتواصل مع الثوار وإيصال المعلومات إليهم عبر الهاتف باستخدام لغة الساهو واتباع نظام الشفرات كعبارة القرود قادمون، أي العدو قادم، وغيرها من الشفرات، كما كانوا يطلقون شفرة الحية على الشعب والنمر على الجيش، ذلك تفاديا لمخاطر المتابعة. وقد استمر في هذا العمل قرابة عقدين إلى أن تم اعتقاله من قبل العدو بتهمة الانتماء للجبهة، إلا أنه أفرج عنه نظرا لعدم إدلائه بأي اعترافات. وتحت عنوان فرعي عملية أديس أبابا، يقول المناضل الدبلوماسي الأستاذ علي محمد صالح في كتابه الذاكرة والتاريخ نماذج من بطولة الشعب الإريتري، وهو يتحدث عن الفدائي أحمد عمر وقصة تصنته على مكالمات العدو، يقول في النصف الأول من السبعينيات قررت الثورة إدخال السلاح إلى أديس أبابا لتنفيذ عمليات فدائية في العمق الإثيوبي، وفي البداية ظلت المجموعة المكلفة بنقل السلاح تستخدم الدواب، ولكن لصعوبة هذا الأمر قررت أن تستخدم البراميل بتقسيم البرميل إلى نصفين، الجزء الأسفل يملأ بالقش بعد تعبئته بالسلاح حتى لا يحدث صوتا عند الحركة، على أن يتم فصله من الجزء العلوي بقطاء يتم لحمه أو يعني عمل اللحام عليه، ليملأ الجزء العلوي بالبنزين، وتحمل هذه البراميل في السيارات دون أن تثير
أي شبهة، وبالفعل نجحت الخطة ووصل السلاح إلى قلب العاصمة أديس أبابا ليتم تقبئته في مكان قريب من السفارة التنزانية، حيث كان مقررا مهاجمة المطار. ولكن بدأ المعركة آنذاك بين أنصار، أي بدأت المعارك بين أنصار العقيد أمان عندوم والجنرال منجستو، حالة دون تمكن الفدائيين من تنفيذ الخطة كما كان مقررا لها. ولكن عندما حل الظلام تسللوا عبر أحد الأنفاق ودخلوا المطار ليضعوا بعض قنابل الديناميت في بعض المواقع الحساسة، وبالفعل فجروها، إلا أنها لم تسبب أضرارا بليغة لأن المطار كان مردوما بالتراب. وفي نفس تلك الليلة قام الفدائيون بتدمير مبنى البلدية في أديس أبابا في حوالي 1 صباحا، كما فجروا أحد البارات التي كان يرتادها كبار ضباط الجيش الإثيوبي. وعندما عرف العدو بأن الثوار وراء ذلك خصص مبلغا قدره 1,000,000 بر كجائزة لمن يقبض على أولئك الأبطال، حيث اضطرهم هذا الإعلان للاختباء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قرابة أسبوعين، ليخرجوا بعده ويتوجهوا فورا إلى أرض الوطن سالمين غانمين. هذه إذاعة إرينا. أيها الإخوة والأخوات، لا زلتم مع إذاعة إرينا الدولية من باريس، وهذه الحلقة في برنامج متابعات، ونتابع بطولات عدد من فدائيي الشعب الإريتري. الآن سيداتي سادتي نتحدث عن بطولات الفدائي كبروم قبر مدهن والدبولة. انخرط كبروم الفدائي والدبولة في العمل الفدائي السري منذ انتظامه في قوات التحرير الشعبية عام 1975 عندما كان عمره 35 عاما، حيث كان ينشط في نقل احتياجات التنظيم من مختلف المواد كالأدوية والبطاريات وقطع غيار السيارات والصابون والمولدات الكهربائية وغيرها. ومما يحكى عنه أنه ذات مرة إبان تحرير الجيش الشعبي لمدينة دكمحري في العام 77 و900 و1000 تصدى كبروم برفقة زميل آخر لجنديين تابعين للعدو كانا هاربين من المعركة في منطقة عد حوشة، وتمكنا من قتل أحدهما والاستيلاء على رشاش برين كان بحوزته. أضف إلى ذلك فقد ظل كبروم يشارك ببسالة في عمليات الاستيلاء على ممتلكات المؤسسات التابعة للدرج كالمعدات الزراعية وغيرها، كما لعب في العام 1977 دورا كبيرا في تهريب 8 سيارات شحن تابعة للدرج من نوع إنتري من حي سانتانا أوتو إلى الميدان، وشارك أيضا في التخطيط لتدمير خطوط الهاتف وأعمدة الكهرباء ومبنى اتحاد عمال إثيوبيا بأسمرة، والذي كان وكرا للعملاء والجواسيس آنذاك. ومن المواقف التي يذكرها أصدقائه أنه كان عنيفا مع العملاء، وقد تمكن من تصفية الكثيرين منهم في أسمرة. على سبيل المثال يحكى أنه تم تكليف كبروم يوما ما بتصفية أحد العملاء، ولما وجد العميل وقام بالاقتراب منه صرخ العميل مرعوبا ليلفت المارين ويربك كبروم، إلا أنه تماسك بكل ثقة وأخرج المسدس ليفرغ الرصاص في صدر ذلك العميل ويرديه قتيلا، ليتوارى بعد ذلك عن الأنظار دون أن يقبض عليه. وفي أبريل من عام 1979 شك كبروم في 2 من العملاء كانا يتعقبانه في أحد شوارع أسمرة، فانحرف عن الطريق للتأكد من نواياهم فوجدهم ينحرفون معه، فما كان منه إلا أن باغتهما بالارتكاز في زاوية الشارع وإشهار مسدسه اتجاههما، فتراجعا خائفين ليتوارى هو عن الأنظار مستغلا حالة الارتباك التي أصابهما. وفي أحد الأيام من عام 1978 وتحديدا إبان الانسحاب الاستراتيجي، حصر العدو الحي الذي كان يتواجد به كبروم ورفاقه بالعاصمة أسمرة بسبب معلومات وردت إليه من بعض العملاء،
حيث كان بحوزتهم وثائق هامة وأسلحة تخص الأعضاء، إلا أنه والدبولة تمكن وبصحبة فدائي آخر من الإفلات حاملين كل الوثائق والأسلحة من المقر ليصلوا إلى الميدان سالمين. وفي حادثة أخرى من العام 1979 صادف كبرون في الصباح وهو قادم من حي جزخانيشا إلى السوق لقضاء بعض الأعمال مفرزة من الجنود على ظهر سيارة عسكرية، وفي تلك اللحظة شاهد أحد العملاء الذي كان ضمن المجموعة، أي شاهد كبروم، حيث أشار على الفور نحوه منبها الجنود إلى أن العنصر المطلوب ها هو قد وجد. فقفز الجنود في الحال من السيارة وحاولوا الإحاطة به، ولكنه انسل عنهم ودخل ورشة لشخص يدعى ولد مريم، فحاصر الجنود الورشة وحاول الإفلات من أعينهم بالاختباء أسفل إحدى السيارات، ولكنهم اكتشفوا أمره وكادوا أن يقبضوا عليه، إلا أنه لم يعطهم هذه الفرصة، حيث بادر بقتل نفسه بالمسدس الذي كان بحوزته حتى لا يقبض عليه حيا ويجبر على انتزاع المعلومات منه، فقد كان استشهاده بحق خسارة كبيرة للعمل الفدائي السري في العاصمة أسمرة. هذه إذاعة إرينا. آهٍ للساهر الشجي، مضى الليل وما زال دمعه سحاحا، ساكبا من يراعه قهوة الوجد، وقد ذاق مزجها والقراحا. آه للشاعر المعتق راحا، أسكر السطر إذ بشكواه باحا، فأغانيه قهوة من نشيج صيرت مهجتي لها أقداحا. خبر العيش لا يرى الزهر زهرا، فتراه يطارح الأشباح، ساطع في ظلام تلك الليالي يرسل الضوء شاديا صداحا. نظم الدمع في القصيد عقودا ناثرا من وجدانه أتراحا. إنه الحزن للقصائد روض، دونه لا ترى القوافي ملاحا. عبقري بحسه يرقص الكون، يهز القلوب والأرواح. عجبا كم نضم قافية المحزون، وهجا يهدي لنا الأفراح. لو عقلنا ألحانه ما رقصنا، لو عقلنا ألحانه ما رقصنا، متناسين وجده والجراح. كالمغني الذي يتيح سرورا وهو يشكو جوا له الذباحا. قد أتى عاريا لدنياه، لكن ألبسته منه الشجون وشاحا. أكرموه فليس في كل يوم تنجب الأرض شاعرا سواحا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. السلطات الأمنية تعتقل طيارين اثنين وصحفي. أكدت مصادر مطلعة لإذاعة إرينا بأن السلطات الأمنية في أسمرة تعتقل طيارين اثنين وصحفي منذ فترة طويلة، وأكدت المصادر بأن الطيار النقيب هابتوم
والملازم سامئيل جيرماي معتقلين بتهمة التخطيط للهرب، حيث تم اعتقال النقيب هابتون في نهاية عام 2012، بينما تم اعتقال الملازم سامئيل منذ سنتين. وقالت المصادر كذلك بأن السلطات أفرجت عن النقيب طيار هابتون تولدي بعد قضائه 4 أعوام في الأسر لأسباب غير معروفة. على صعيد آخر، كشفت مصادر وثيقة اعتقال الصحفي برهاني عن دمسقل منذ سنتين في سجن مايسروة لأسباب غير معروفة. وخدم الصحفي برهاني في وكالة الأنباء التابعة لوزارة الإعلام لما يزيد عن 20 عاما. السوداني يؤكد على وجود توافق إثيوبي مصري حول الجوانب الفنية لسد النهضة. قالت وكالة السودان للأنباء أن البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني أكد لها أن الجانب الفني في مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا والسودان ومصر هو أكثر الجوانب التي تم التوافق عليها بنسبة تصل إلى 95% من النقاط. وأشار الوزير إلى أن الجوانب الفنية تتعلق بعملية الملء أثناء السنين العادية وأثناء السنين الجافة، مبينا أنه تم التوافق على معظم المسائل الفنية ما عدا التفاصيل الصغيرة. مثل المتهم علي كشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية. مثل علي محمد عبد الرحمن علي الشهير بعلي كشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية لأول مرة في جلسة أولية، حيث قدمت له المحكمة لائحة بالتهم والإجراءات التي سوف تتبع في محاكمته. وفي رده على التهم المنسوبة إليه قال كشيب بأن كل التهم باطلة، وطالب المحكمة بمناداته باسمه بدلا من لقبه. وقال قاضي المحكمة الجنائية روزاريو سلفاتور إيطاليا أن جلسة المثول الأولى عقدت للتأكد من هوية المتهم ومن أنه يفهم التهم الموجهة إليه وتحديد اللغة التي ينبغي أن تقام بها الإجراءات والتاريخ والشروع في جلسة اعتماد التهم. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الألكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتي عثمان ومن زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، أطيب التحايا ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرينا.